طبعا كتار منا بيتابع التيك توك خاصة من فئة عمرية معينة بيعيشوا مع التيك توك وبيسكنوا التيك توك وشو بدي خبركم حياتهم كلها تيك توك بتيك توك في أمور يمكن بتمرق مرور الكرام بس في أمور ما بتمرق خاصة لما هيدا الشيء بيسبب أذى اليوم رح نحكي بموضوع تحديات التيك توك ومخاطرها أكيد بسرني رحب باستديوهاتنا بمايا صغير خويري خبير التكنولوجيا لنلقي الضوء على هيدا الموضوع مايا صباح الخير صباح النور صحة اهلا وسهلا فيك شكرا يعني التيك توك تحديات بالجمله لانه قديش في ناس بيتابعوه خاصه من فئه عمريه معينه وبينعمل هيك اشياء مهضومه اوقات على التيك توك بس اوقات طبعا. هيدا الشيء اللي عم نشوفه قد يسبب وفاه للاسف وخاصه الخبريه الاخيره اللي سمعناها بصور يعني شيء مؤسف من وين بتحبي تبلشي الموضوع بدايه الله يرحمه للطفل محمد واكيد بنعزي عيلته آه هلا تما نربط اذا بدك آه الى يعني للاخر الموضوع انه بشان تيك توك هلا بنمرق من اذا بدك شو اللي صار تحديدا آه لانه ما كان تحدي بس هو آه وقف قلبه جراء آه رؤيته لمشهد آه مخيف مخيف كثير هو كان فيديو بده يتنزل من صانعي المحتوى على تيك توك وللاسف توقف قلبه من الخوف الطفل هلا هون شو زم تيك توك او شو زم صانعي المحتوى ما فينا نربط الموضوع بس يمكن بمحل معين كان نهار سبت وكانوا الاولاد موجودين يعني برا احترام الاماكن قبل ما نقدم الى صنع المحتوى كمان طبعا يعني من نراجع السيت كله هون يعني للاسف اكيد كان ضحيه محمد بس رح نحكي بضحايا كمان اخرين بلبنان ما عندنا بعد شيء موثق بتعرض الاولاد لهالحالات اذا بدك الخطره وقت اللي بيعملوا تحديات بس في حالات انوجدت لانه ما في كتر خير الله يعني موت بسببها بس في حالات اختناق صارت عنا بلبنان كمان ورح نحكي عالميا هالتحديات كيف ادت لحالات اخرى كثير وخيمه نحن بلشنا مايا اذا بدنا نرجع بالذاكره لسطل المي المجلده مع الثلج يلي بنكبه علينا هذا يمكن من اولى التحديات يلي كلنا كنا عم نشوفها عبر تيك توك وبعدين كبرت التحديات صار في تحديات بتمرق مهضومه عم بياكلوا تشيبس مين بياكل تشيبس في حر اكثر من كذا بعدين صار في تحديات لا بالغه الاهميه يعني وبتؤدي يمكن لسه الله لوفاه صحيح ف... هيدي الوان تشيب تشالنج مزبوط اللي عم تذكريها حتى وزاره الاقتصاد من سنه تقريبا منعت استيرادها منعت ادخالها على السوق اللبناني ومنعت كل التجار من ان يجيبوها، كمان سجلت حاله طفل فات على المستشفى بلبنان وقت اللي تناولها، اذا بتعرفيها هيدي بتجي حبه تشيبس بس ممكن تؤدي لحاله وفاه او توقف بالقلب، وهي التحدي كان قد فينا نضاين بلا ما ناكل من بعدها او نشرب مي بس معموله من كيميكلز كثير خطرين حر كتير قوي فيها تنمرق بالتحديات اللي واكبناها تحدي سطل المي صح حتى شفناه على منصات اخرى غير تيك توك بوقتها على فيسبوك صار تشالنج كثير كبير وكان لدعم مرض بوقتها والكل حتى من المشاهير تفاعلوا مع هذا الموضوع وفي كثير تحديات بتروح فيرل ترانس بنعتمدها خاصة صناع المحتوى لأنه رح نخصص حلقة بركة أخرى كيف بتم إذا بدك نيل الأموال من التطبيق بحد ذاته لأنه هالإغراءات كمان هي اللي عم بتشد للأسف اليوم المراهقين لأنه يعطوا محتوى أكتر تيجيبوا فولوورز بيطلعوا لايفات نحكي منخصص حلقة أخرى بركة عن هيدا الموضوع إذا كان في اهتمام أكيد. من المشاهدين عليه هلأ هيدا التحديات أو الفيرل ترندز اللي بتروح فيها تكون اشياء تسويقيه صانع محتوى حابب يوصل محتوى تبعه اكثر لاكثر او متابعين. متابعين اكبر عدد متابعين ممكن فيها تكون مجرد رقصة فيها تكون غنية وبيصير في تفاعلات عالمية عليها وبتكون طبعا غير مضرة بس بل بالعكس بتنمي هيك حس الإنسانية بمطارح معينة يعني. بينما من الجهة الأخرى في تحديات أدت مثل ما ذكرنا بالبداية لحالات وفاة خاصة من أعمار للأسف كتير صغيرة ما المفروض أصلا تكون متواجدة على تيك توك مم. رح نسمي البعض منها وشفنا هون كتير الدولي فيديوز توعية من كذا مدرسة كمان على هذا الموضوع في شيء اسمه سكال بريكينج اللي هي بتشوف شابين أو يعني شخصين واقفين وبالنص في شخص وبنط هذا الشخص والاخرين الشخصين بيدفشوا للاسف يا بيصير في حالات شلل يا بيصير في ممكن اذى بالراس او بيصير في حالات كمان وفاه تداولت كثير هالمقاطع يمكن حتى قبل تيك توك كانت معتمده بس اليوم المنصات لانه في عدد كثير كبير من السبسكرايبرز عليها عم بتصير تروح فايرل اكثر وطبعا الشباب اللي بيتفاعلوا مع اهدافهم انه كمان يحصلوا على عدد متابعين او تفاعلات اكثر عندك تحديات اخرى كمان اللي هي دراجونز بريث او آه نفس التنين آه هو سناك كمان بياخذوا بيتناولوا بقلبه النيتروجين السائل مهم. واللي هو طبعا كمان كم ممكن يؤدي لحالات وفاه وفي 20 آه ولد تاذى من هيدا الموضوع آه في حاله البلاك اوت هيدا كمان اللي كمان قلت في بلبنان حوالوها آه فاتوا استشفى منيح نشكر الله انه ما صار في حالة وفاه بس بالخارج 25 ولد توفى جراء اعتماد هذا التحدي واللي هو بده يقطع نفسه قدر الامكان بلا ما يتنفس على الهواء هو وطالع هون يا بده يروح بحاله كوما يا يعني عم بيروحوا بحالات كمان يعني من غير من لا وعي او بحالات للاسف ممكن تؤدي للوفاه ما صعبه يعني انت اللي عم تذكريهم اشياء صعبه تنعمل يعني نحن مش لنتسلى عم نعملها عم نعملها وممكن تودي بحياتنا طبعا انه مش شيء مثلا انا مين بيضحك اكثر مين بيرقص اكثر لا نحن عم نعمل نقطع نفس وكمان في هيدا تفركش هيدا اللي هي السكالب بريك هيدي هي, هي كمان بفركش الثاني وبيوقع ويمكن يجي على رقبته من ورا ويموت صحيح. لا يعني أشياء صعبة وأشياء ممكن تأدي بحياة الإنسان الأبشع من هيك سحر إنه الولد هلا رح نرجع نعمل لمحه عن الاعمار الملائمه لتيك توك كيف فينا نعمل بارنتل بيرنج كمان م -م. طبعا للاهل يقدروا يراقبوا اولادهم عبر هذا التطبيق الابشع من هيك انه طفل ايام او الولد رح سمي لان طفل بليز ما مفروض يكون على تيك توك رح نقول مراهق بس هن بيقولوا لك هول هي... انعملوا للاطفال التيك توك هذا للاطفال هذا الاعظم انه في كثير بيعتبروا انه تيك توك لعمر العشره وما دون بينما هي اصلا التطبيق بحد ذاته بينصح لعمر ال 15 وما فوق وداخل التطبيق في فيتشرز معينة لعمر 13 في حال بدو يفوت بعمر 13 وممنوع اصلا على المنصات نجرب خلينا نجرب شي مرة نخلق بروفايل بعمر انه نحنا عمرنا عشر سنين لا على فيسبوك ولا انستا ولا تيك توك ولا أي منصة بتسمح هي ريستريكتد إنه هيدا العمر يخلق أكاونت بينما نحن عم نسمح يمكن لاولادنا او من دون درايتنا اولادنا عم يفتحوا أكونت وما عم بحطوا عمرهم الحقيقي، <applause> الخطر الاعظم ليه؟ لانه عم بيشوفوا هالتحديات اللي هي غير ملائمه لعمرهم، من هيك خوارزميات تيك توك عم لهم محتوى اصلا منه لعمرهم. صحيح يعني هينو هون بدنا نلفت النظر للاهل شو يعملوا بهيدا بهيدا الموضوع في حال اولادهم عندهم تيك توك. تنكفي بس بالتحديات اللي صحيح البتصير. صحيح حكينا عن البلاك اوت وصار في حالات 25 ولد توفوا جراء ذلك، الخطر اللي كنت عم أقوله انا انه بيعتمد الولد صنع التحدي بقوته مسكر يعني حتى ما مية 100% يعني بنلاحظ انه اكثريه التحديات هي بالعلن فاتح الشاشه عم بيصور حاله او طالع لايف بالموضوع وللاسف يمكن ما بيعرفوا في الاهل منه منه قدامهم يعني اما لا يمكن خجل منه انه ما بده يعمل هالشيء تجاه اهله او يمكن عارف انه فيها خطر وما بده يعمل هذا الشيء قدام اشخاص معينين يعني مشان هيك ما بيتداركوا الاهل بالسرعه اللازمه يعرفوا انه الولد عم يرتكب هيدا الخطا في كمان تحديات اخرى او ترندز يمكن تفاعلوا مع كثير المراهقين وضع اذا بدك المرطب الشفاه بنكه النعنع او على بيرماننت او منتول في براند كمان بالخارج اعتمدوها بس هي كل شركات اللي بومس نبهت من هذا الموضوع بيتم وضع على الجفن هيدا الماده اللي هي متواجده بال او بحد ذاته يعني كمرطب شفاه على ماده المنتول او البيرمنت الببرمنت سوري آه وبالتالي هي الفعل منا انه قبل ما يروحوا يسهروا يمكن الصبايا بيعتمدوا هيدا الشيء لانه بخليهم يقظين آه وهون الضرر انه آه بانفكشنز للاعين آه يعني في حالات كمان ممكن تؤدي لخطر علينا على أكيد. الشباب بس هني يعني من وين بيجيبوا هالافكار غريب على تيك توك يعني بنشوف بشوفوهم وبيعتمدون وبيجربون قد في صانع محتوى اليوم بيقولوا شفنا هالشيء على تيك توك يلا تعوا تنجربوا اكيد اذا إشياء يمكن سهلة ممكن نجربها أو أنه نحن عندنا هالحشرية نعرف أنه بتزبط هيدا التريك يا ماما بيزبط اه بس للأسف بس توصل فينا الأمر لإشياء ممكن تضرنا وعم نتفاعل معها وعم نجربها هون الخطأ يعني مهم. من قبلنا ميا بحبك تذكر شي لانه بدي قبل ما يفوتنا الوقت نعرف منك الاهل كيف يعملوا اذا بدك مراقبه على هيدا الشيء يلي صار بمتناول الجميع بمتناول اولادهم بكبده زر بيعملوا شو ما بدهم رح اذكر اخر تحدي وطرق دغري لهذا الموضوع لانه جراء توفي طفلة عمره 10 سنين وتشكت وتشكى اهلها على تطبيق تيك توك من سنه تقريبا كمان بهذا الموضوع صار لانه خوارزميه تيك توكيه سمحت انه عرض هالمحتوى او هالتحدي على الطفله خطا الاهل كمان كان موجود لانه عمرها 10 سنين ويمكن مش عاملين بارنتال بيرنج منشان هيك آ... هون يعني التطبيق بحد ذاته بنبه انه ما نفوت اذا عمرنا اقل من 15 رح نحكي كمان على هذا الشق اه توفيت جراء تناولها جرعه مفرطه من اه دواء هو للالرجيز انتي استماد اذا بدك اه كمان موجود يمكن عندنا بلبنان ما رح نسمي الدواء بس حيلا دواء اه للالرجيز هو الهدف منه شافته الطفله اه وقت اللي تناولوا هالجرعه المفرطه صار في عندهم هلوسينيشنز او تخيلات هلوسه هلوسه يعني في اشخاص يمكن بتشدون هيدي المواضيع آه حتى عن اللب هو بيعطي اذا بدك شعور كمان بالتخدر منشان هيك بيستخدموه منشان هيك ذكرنا بضلوا يقظين وهيدا الشعور اللي آه يعني الاحساس اذا بدك بالتخدر بيعطي ومنشان هيك بينشدوا يمكن فئه معينه انهم يستفاعلوا مع هالتحديات لنحكي اكثر شو دور الاهل ايه شو دور الاهل علما انه هذا التطبيق كتير بسيط ومين ما كان بيقدر يعمله مثل ما قلتي فيها الطفل او الطفل يفوتوا على اوضتهم يسكروا الباب ما حدا شيء شو ما بدهم يعملوا تحدي بسنتين صح يعني انا بحسه بعد اخطر من غيره صح اخطر من غيره فهون الاهل كيف بدهم ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار وكيف بدهم يعملوا كنترول على اولادهم لان كمان بالنسبه للولد كل شيء محجوب مرغوب 100% ما فينا نجي نقول له للطفل برجع بذكر مراهق طفل بليس فينا نقول بعده آه خصوصية التطبيقات منا آه ملائمة لعمرهم آه ما بدنا نصنف كل شيء تحت عمر 13 ما بفوت على منصات التواصل الاجتماعي قد ما تطوروا الاولاد انه اصحابي فايتين نحن خلينا نحط قواعد رقميه لانه منو ما لهم منو لعملهم هلا اللي فينا نعمله في شيء اسمه ديجيتال ويل بينج على التطبيق وفي شيء اسمه بارنتال بيرنج وقت اللي بنزل الولد تطبيق على هاتفه بنكون نحن بذات الوقت نزلنا تطبيق على هاتفنا عملنا سينكرونايزيشن مع اثنين في تاكيد تعملي ريستريكشن،, ريستريكشن مود على محتوى معين فيك ما تخليه يتفاعل مع الغرف فيك تحط سكرين تايم الوقت اللي متاح له او مسموح له انه يستخدم التطبيق وبالتالي بتعرفي كل شي عم يعمله كمان عبر التطبيق بالديجيتال ويل فينا نفوت السيتنجز كله ما نحط له باسكودز كاهل ما نحط لهم باسكودز تما يقدروا يحتالوا على النظام ويقدروا يوصلن خوارزميات منا لعمرهم بنرجع آه بنذكر من للمراهقين بليز بس تحت عمر السن المراهقة ما يفوت على التطبيق ولا أي تطبيق من منصات التواصل الإجتماعي مش معمولة لعمرهم تيك توك بالخارج بخارج لبنان متاح فيه فيتشرز او ميزات بتسمح للاصغر سنا بلبنان ما عندنا اياها للاصغر سنا مش هيك دور الاهل كثير مهم بالرقابه وحتى لعمر 13 لل 15 كمان الميزات بداخل التطبيق بتختلف عن ما يفوق ال 15 ل 18 و 18 وما فوق مم. يعني القصه ما لعبه لازم ناخذ الموضوع بعين الاعتبار مية بعدين عندك شيء بدك بدي اقول لي... انه تيك توك كمان نزلت مؤخرا بمارش السكرين اه... تايم هي لمده ساعه بيصلنا اشعار في حال نحن تخطينا وقت الاستخدام عن الساعه فينا نحن نكفي او فينا بصير عنا اه... على القليله اه... درايه قد ايه نحن قضينا وقت على هذا التطبيق مم. يعني اه... هيدي الشغله اللي ذكرتيها بالنسبه للاهل وبالنسبه لهيدا التطبيق وبالنسبه لكل شيء معمول بالغه الاهميه لان مثل ما قلنا للاسف عم بيصير في حالات وفاه نحن بغير عنا فيهم اولادنا ومراهقينا يتسلوا بس بدون ما يموتوا، كثير في فرق بين انه يعملوا تحدي ويتسلوا فيه ويضحكوا وبين انه يعملوا تحدي ويموتوا، وهيدا وهي الرسالة يلي مايا عم بتحاول من خلال هيدا اللقاء توديها، كلمة أخيرة شو تحبي تقولي لكل أصدقائنا المشاهدين وخاصة يلي عندهم أعمار زغطورة نسبياً من الأولاد صحيح، يعني المشكلة اليوم اللي عم نواجهها إنه ما عم نقدر نرفض لأولادنا نقول لهم لا ما ما تفوتوا على تطبيقات أو ألعاب أو إلى ما هنالك معينين يعني. إذا نحن كأهل عنا الوعي الكافي حول كل تطبيق أو كل شيء عم يستخدمه أولادنا نسمح لهم يعملوا البدنية بس يكونوا هن بذكاء عم يستخدموا المنصه او التطبيق اللي عم بيستخدموه نعم. يعني نحن نوعيهم نرسم قواعد رقميه سليمه وما في اي مشكله انهم يفوتوا بالعالم الرقمي بس يكونوا على القليل في عندهم دليل وين رايحين ميرسي كثير على هذا الموضوع عن جد موضوع بالغ الاهميه ميرسي انك طرحتيه خاصه بهالوقت هيدا يلي ثلاث ارباع اولادنا هن ما عندهم شغله وعامله الا التيك توك وعلى فكره عم بتصير ادمان يعني مش بس قصه انه عم عم بتصير ادمان بدها علاج مشان هيك لازم كل الاهل ياخذوا هيدا الموضوع بعين الاعتبار شكرا لوجودك معنا شكرا مايا صغيري خويري خبيره التكنولوجيا اذا الله راد جمعه الجاي نحكي بموضوع جديد الله <applause> راد <applause> اهلا وسهلا <applause> فيك اصدقائنا المشاهدين نحن هلا بنروح بريك صغير وبيرجع الي بينضم لرفقتكم